السلام عليكم. اليوم راح نتناول شرح ثلاث أمثلة عن موضوع الـ undamped system والـ damped system، وأيضا راح نتطرق للـ forced vibration. السؤال الأول: for the system shown in figure below، هذا أو رقم 9 كان مكتوب بالشيت، drive and solve the differential equation of motion with initial condition theta naught يساوي 0.1 radian and theta dot يساوي 0.6 radian per second neglected the weight of the rod. معطيني هذا الشكل اللي أمامكم، هذا الشكل عبارة عن رود معلقة بنهايته كتلة قيمتها 3.65 كيلوغرام، أوكي، ويحتوي على ثلاثة قيم أو ثلاث من النوابض K1 وK2 وK3، مطيني كلهم قيمتهم. هنا ذاكر أنه علما أنه كتلة الرود مهملة أو وزنه مهمل، زين مطيني كل هذه الأبعاد في هذا النظام. إذن شنو يريد؟ يريد اشتقاق معادلة الحركة، وأيضا يريد حل هذه المعادلة. مطيني initial condition. بداية ذكرنا أنه إحنا حتى نحل هايشي أسئلة لازم نرسم الـ free body diagram ونثبت القوى اللي موجودة في الشكل، زين. هسا أنا عندي هذا، إذا نفرض الحركة للأسفل، أوكي، يفتر بزاوية ثيتا، فراح يكون هذا البعد أول واحد هو y1، فالكتلة راح تكون ردة فعلها my1 double dot. أما بالنسبة وعندي أيضا هنا النوابض اللي موجودة عندي، ملاحظة أنا عندي اللي بالأسفل K2 K3 متصلات توالي مع K1 توازي، فإذا هنا بالأسفل راح يكون عندي K equivalent في Y2، وأيضا عندي بنفس الموقع K1 في Y2، زين، حتى أوجد K equivalent اللي للنوابض اللي بالأسفل راح يكون عندي يساوي 1 على K3 زائدا 1 على K2، تطلع عندي الـ K equivalent 29.2 نيوتن على ملي، أوكي. هسا بعدها شو نسوي؟ ناخذ مومنت عند نقطة O اللي يساوي J نوت عند نقطة O في ثيتا دبل دوت، أوكي. هذا القيمة اللي بعد اللي يساوي تساوي صفر، ليش؟ لأن ذكر أنه نهمل وزن الرود اللي موجود مهمل، لهذا السبب هذه القيمة بعد اللي يساوي تساوي صفر. أيضا من خلال الرسم، طبعا علما أنه طول الرود كله 10 سنتيم وموقع النوابض 7.5 سنتيم من نقطة O، فإذا نقدر نقول إنه الـ y1 10 في ثيتا دبل دوت، وعندي الـ y2 هو 7.5 في ثيتا. هاي من الإجابتي، وذكرت أني بمحاضرة المختبر إنه عندي هنا ساين، هنا شو يساوي؟ عندي ساين الثيتا شو يساوي؟ y1 على طول الحبل أو كله اللي هو راح يكون هنا عند الوتر قيمته 10، زين. فإذا صار عندي y1، إذا أريد أوجد فقط ال y1 راح تساوي ساين 10 في ساين الثيتا. تمام، بما أنه قلنا إحنا ساين ثيتا هي ثيتا، فيبقى عندي y
وكذلك هذا الكلام ينطبق على الواي 2 يساوي 10 في ثيتا دبل دوت. إذن بعدها راح ناخذ ردود الأفعال اللي عندي اللي موجودة عندي شنو. بما أنه ردود الأفعال راح تكون بالعكس، فراح تكون المعادلة عندي سالب m y 1 دبل دوت في ذراعها 10 ناقصا k equivalent في y 2 في ذراعها 7.5 ناقصا k 1 في y 2 ذراعها أيضا 7.5، هاي كلها يساوي 0. بعدها نجي نعوض قيمة ال y 1 دبل دوت اللي هي 10 في ثيتا دبل دوت، وكذلك قيمة ال y 2 صير 7.5 تربيع في ثيتا، وأيضا نعوضها بالنسبة لل k 1 y 2 هنا أيضا 7.5 تربيع تصير في ثيتا. تمام، إذا وصلت إلى هذه المعادلة. بعدها الخطوة اللي بعدها نقسم على معامل الثيتا دبل دوت، فراح تطلع عندي المعادلة الأخيرة اللي هي هذه الـ equation of motion. أوكي، عند الحد الأول تكون من فقط ثيتا دبل دوت زائدا هذه القيمة كلها اللي بالوسط في ثيتا هي الأوميجا ان. هنا أنا ذكرت لكم هذه المعادلة. إذا الأوميجا ان شو يساوي؟ يساوي طبعا هنا يساوي جذر 56.25 في K1 زائدا K equivalent على 10 في M. هنا بما أنه أنا مطين عندي القيم M والK1 والK equivalent نعوضها، فتطلع قيمة الـ natural frequency لهذا النظام هو 4.5 radian per second. هسه لهنا كملنا الجزء الأول من حل السؤال اللي هو أوجدنا معادلة الحركة وأوجدنا قيمة الأوميجا ان. بعدها إذا نريد حل لهذه المعادلة، فالسوليوشن لهذه المعادلة هو ثيتا يساوي A كوساين أوميجا ان تي ناقصا الفاي. تمام، عندي هذه المعادلة، عندي ثوابت اللي هو الأي وعندي الفاي. شلون أوجدها؟ نوجدها باستخدام الانيشال كونديشن. مطيني بالسؤال initial condition تقول at time يساوي صفر الثيتا at time يساوي صفر يساوي 0.1 راديان، وانا عوضها بالمعادلة الاولى، فيبقى عندي من المعادلة الاولى a يساوي 0.1 على كوساين الثيتا. تمام، نجي نطبق initial condition الثاني اللي يخص الثيتا دوت. فهنا لازم نشتق المعادلة الأولى. تمام، الثيتا دوت يساوي سالب، لأن كوساين صير سالب ساين في أوميجا ان تي ناقص الفاي في الأوميجا ان. تمام، بعدها نجي نعوض التايم بهذه المعادلة. التايم عوضه صفر، ونعوض الثيتا دوت مطيها بالسؤال التايم يساوي صفر يساوي 0.6. فراح نشوف بعد التعويض، يبقى عندي بعد التعويض 0.6 يساوي 4.5 في A ساين الفاي. أوكي، فمن خلال هذه المعادلة تطلع عندي قيمة الفاي هنا. هاي كلها تبسيط للحل، إنه أخذ الفاي يساوي تان إنفيرس 0.6 على 0.45، فتطلع عندي الفاي هو 53.13 بالدجري. عوضها بالمعادلة الثانية أو نحولها للراديان. عادة إحنا نعوض القيم الفاي بالراديان، بس إذا أريد أطلع الساين أو الكوساين إلها لا، نخليها بالدجري أو الفاي. فإذا أوجدنا قيمة الفاي، وقيمة بعد ما نعوض الفاي نوجد قيمة الأي الامبليتيود. زين، اعوضها بالمعادله الاولى، فراح تطلع انه الحل للثيتا اوف تي عند اي تايم يساوي هذه المعادله. عوضنا بها قيمه الاي وكذلك قيمه الاوميجا ان واي فاي. زين، ننتقل للسؤال اللي بعده.
The period of damped linear oscillation for a certain 1 kilogram mass is 0.32 second. If the stiffness of the supporting linear spring 850 newton على متر, calculate the damping coefficient C and the critical value C critical of the motion. هنا مطيني البريود اللي حركة أو الأوسيليشن لهذه الكتلة هو 32.32 سكند. مطيني قيمة الكتلة هي 1 كيلوغرام ومطيني مثبتة بنابض قيمته 850 نيوتن على متر. يريد الدامبنج كوفيشنت C و C كريتيكال. تمام؟ فهنا هسه الأنسر بمن نبلش. بداية نوجد الأوميجا N. الأوميجا N يساوي بما أن عندي فقط كتلة ووحدة ونابض واحد, فالأوميجا N يساوي جذر K على M. نعوض 850 على واحد نجذرهم, تطلع عندي قيمتها 29.15 راديان بير سكند. أوكي, هسه شنو عندي أنا؟ إذن عندي الأم 1 كيلوغرام, مطيني البريود تاو 0.32 سكند, مطيني الكي 850 نيوتن على متر. يريد السي ويريد السي كريتيكال. أني حتى نوجد السي معناته أنا عندي دامبت سيستم. أوكي, فنحتاج بالإضافة إلى الأوميجا N نحتاج الأوميجا D. الأوميجا D شو تساوي؟ 2 by FD, أو الأوميجا D شو تساوي؟ 2 by على التاو, فنعوض قيمة التاو حتى تطلع عندي الأوميجا D قيمة 19.63 راديان بير سكند. أوكي, بعدها نطلع قيمة الزيتا. الأوميجا N يساوي الأوميجا D عفوا يساوي أوميجا N جذر 1 ناقص الزيتا تربيع. قيمة الأوميجا D معلومة وقيمة الأوميجا N أيضا أوجدناها معلومة, فيبقى عندي فقط قيمة الزيتا. أوجد قيمة الزيتا تطلع عندي قيمتها يساوي 0.74. أوكي, إذن القانون الخاص بالدامبت سيستم حتى أوجد الكوفيشنت دامبن كوفيشنت أو قيمة الزيتا هو هذا القانون اللي هو السي على أم يساوي 2 زيتا أوميجا N. هذا قانون مهم جدا وتطبيقاته هواي بهذه الأسئلة. فإذن منين أوجد السي؟ من هذا القانون, السي على أم يساوي 2 زيتا أوميجا N. أوكي, نجي نعوض هذه القيمة, القيم اللي موجودة كل شيء عندي معلوم, الأم والزيتا والأوميجا N. فنوجد قيمة السي هو 43.1 نيوتن سكند على متر. زين, يريد السي كريتيكال. احنا انه السي ات كريتيكال معناته الزيتا يساوي 1, تصير قيمته حرجة. نجي نعوض بدل هذا بهذا القانون, الزيتا نعوضها فقط 1 بعد ما كانت 0.74, فتطلع عندي السي كريتيكال 58.3 نيوتن سكند على متر. هسه راح عد هذا السؤال اللي موجود امامكم. هذا طبعا اندامت سيستم بنابض وبكتلة. اوكي, يريد النشر فريكوانسي باستخدام الانرجي ميثود. هذا واجب لكم تتحلوا استخدموا بموضوع الانرجي ميثود. زين, السؤال اللي بعده هنا راح ندخل بالفورس فايبريشن ونتعرف على
الأسئلة وكيف نحلها. زين، هذا السؤال يقول: A spring mass system is excited by a force F not sin omega t. At a resonant, the amplitude is measured to be 0.58 inch. At resonant معناته أوميجا إلى أوميجا 1 يساوي 1، اللي هي هذه حالة راني. زين، at 0.8 resonant frequency معناته قيمة الأوميجا إلى أوميجا N 0.8، the amplitude is measured to be 0.46 inch. Determine the viscous damping factor of the system. Okay, شلون نعرف انه forced vibration؟ لان ذكر بالبداية انه ال spring mass system is excited by a force. هو شلون اعرف هارمونيك؟ اما يذكر انه هذا القوة هي هارمونيك motion او هارمونيك excitation، او يعطيني هذه العبارة بالسؤال اللي هي F not sin omega t، اذا هارمونيك. اوكي، مطيني انه لما عندي ريزونانت اوميجا الى اوميجا 1 واحد، الامبليتيود الاكس هو 0.58 انش. لما صارت اوميجا الى اوميجا ان قيمتها 0.8، صارت الامبليتيود قيمتها 0.46 انش، فيريد الفيسكوس دامبنج فاكتور اللي هو الزيتا. تمام، مطيني هنا ملاحظة هنت: assume damping term is negligible at 0.8 resonant. عند ال 0.8 resonant term اللي خاص بالدامبنج راح يهمل لسهولة لتسهيل الحل. فهنا عندي بالأنسر ذكرت أيضا لما أوميجا على أوميجا 1 يساوي 1، أو R، الR هي اختصار للأوميجا إلى أوميجا N يساوي 1، X1 راح تعتبرها هي 0.58 inch، يريد قيمة الزيتا. لما أوميجا إلى أوميجا N يساوي 0.8 أو R يساوي 0.8، X2 يساوي 6.46 inch. هنا الزيتا ذكر أنه الترم هذا يهمل، فراح الزيتا هنا تساوي 0. بما انه انا عندي هارمونيك اكسايتيشن، فراح حتى اوج هذا القيم راح نستخدم قانون المانيفاكشن فاكتور، ال h of i اوميجا يساوي k في x على f نوت. زين، اللي هو شي يساوي هنا 1 على جذر 1 ناقصا r تربيع الكل تربيع زائدا 2 زيتا R الكل تربيع. هسه اذا عندي هذا القانون، هذا القانون خاص بالهارمونيك اكسايتيشن. زين، فاذا نعوض قيمة ال R 1، قلنا ال R هي اوميجا الى اوميجا N، شنو يبقى عندي من هذا القانون؟ يبقى عندي فقط K في X على F نوت يساوي 1 على 2 زيتا. تمام، نجي نعوض هنا قيمة ال X اللي قيمتها 0.58، فيبقى عندي F نوت على 2 K في زيتا يساوي 0.58. هذه المعادلة الأولى. ننتقل على ال at R يساوي 0.8 زيتا، عفواً يساوي 0، والأكس قيمتها 0.46. أيضاً بنفس القانون اللي ذكرناه مسبقاً، هذا القانون نجي نعوض قيمة الزيتا 0 وقيمة الـ R 0.8، فشبقى عندي هنا، يبقى عندي X2 في K على F نوت يساوي 1 على جذر 1 ناقص 0.8 تربيع، وهذا الكل تربيع. طبعا التربيع مع الجذر تختصر، فيبقى عندي F نوت على K يساوي 9
x2 على 25، علما أن x2 يساوي 0.46، فتطلع عندي f نوت على k يساوي هذه القيمة. فهذه المعادلة الثانية نعوضها بالمعادلة الأولى اللي هي أيضا function لل f نوت والk. أوكي، هذه هي المعادلة from equation 1، f نوت على k يساوي 0.58 على 2 زيتا. فنجي نعوض بها المعادلة الثانية، أوكي، فيبقى عندي 2 زيتا يساوي f نوت على k في 1 على 58. قيمة ال f نوت على k مين أجيبها؟ من المعادلة الثانية. إذن يبقى بعدها فقط الزيتا هي المجهولة، فتطلع قيمة الزيتا هذه القيمة. طبعا تختاروا يعني بالحل 3 مراتب بعد الفارز، أوكي.